مساء الخير. الليلة حلقة منوعة من سكار، رح نحكي فيها عن حدد من الأحداث اللي رح بتصير بشهر تموز بلبنان وبعض الأحداث اللي صارت بالفترة الأخيرة. ولكن بداية بدي رحب بضيوفي. الياس الحاج، مساء الخير الياس. نحن وياك هيد مش أول مرة عم بتكون معنا ضيف وعم بتكون راعي لأحد الأحداث المهمة بعالم الرياضة، نحكي عنه بسياق هذه الحلقة. بونسوار ساندرين. بونسوار نجيب. نحن وياك شو رح نشوف اليوم؟ أكيد ما نحكي ويمبلدون يلي انطلقت امبارح، نشوف شو أبرز النتائج وما نحكي شوي رياضة ميكانيكية مع رالي ساردينيا وسباق لوما. وسباحة؟ سباحة أكيد محلية. أما ضيفنا أيضا هشام بالسيني، مساء الخير هشام. مساء الخير. في حدث راح نشوفه نحن وياك برعاية كلاسبور وبرعاية الام تي في أيضا، وحدث مهم. أكيد هيدا إيفينمون منه صاير. شو هو؟ إيفينمون ام ام اي ميكست مارشال آرت، منه صاير بالعالم. هيدا الفكرة كتير فكرة حلوة، راح تكون على عوامة فاشة على مية البحر والقفص موجود على سطح هذه العوامة. هلا بنحكي بالتفاصيل عن هذا الحدث وأي متى رح بيصير. أما لبيب واكد، مساء الخير لبيب. لبيب مدرب سباحة بنادي أريمال اللي ربح مؤخرا بطولة لبنان بالسباحة، وعندكم أسامي كتير كبيرة. نحن بسكور دائما بنحكي عن عالم السباحة، اليوم هيك رح نخصص لكم وقت مميز نحكي عن الأحداث اللي كانت عم بتصير وعن النشاطات العربية والدولية، خاصة أنه الاتحاد اللبناني للسباحة ناشط من كل النواحي انتخابيا وايضا من الناحية الرياضية. ولكن بداية الياس، اليوم عم نشوفك مثلك مثل عدد من الأصدقاء عم بتكون داعم كبير في عدد من الأحداث المهمة. اليوم مثلا عم نشوف الـ MMA عم تدعمها، شو هي أسباب هذه الرعاية اليوم؟ الإيمان بالرياضة أكيد هذه واحدة من الأسباب، ولكن اليوم الاتحاد الجديد اللي هشام كان له أمين عام أمين عامه، بقى نحن حبينا نكون سباقين ونكون موجودين، ونحن بنمثل أحد أهم الماركات بعالم الأمامية اللي هي فانم، رح تكون هي راعي بهالحدث الكبير. هلا الأمامية مثل ما كان عم بيقول لي هشام، يعني هي جلادياتورز العصر الجديد. كيف كنا نحضرهم بالجلادياتور، اليوم عم نحضرهم بس لابسين تياب ومنقولين على التلفزيون في سبونسر إلى جانبهم. فهل هالشي كمان بيساعد برأيك لجذب الجمهور؟ حتى غير لك الصورة، فينا نقول مثل فورمولا 1 تبعوا المارشال آرتس. يعني هيدا سبور طالع كتير قوية وبيشمل كل شيء، يعني كل الألعاب الإيطالية بتجتمع بالميكست مارشال آرتس. طيب بس سؤال هون، بيطلع شيء شخص عايش من الكيج أو من القفص؟ على طول بيقولوا هيدي بيفكروا هيدي الفكره. العالم في عندك تو بارتس، في عندك التريننج التمرين اللي هو ما بيصير له شيء ابدا مثل كل التمرين حيلا سبور بس لا انا بدي احكي عن المباريات اللي والمباريات بتصير. على طول لما بيكون في عندك بوسط الكيج حكم، هيدا الحكم شغلته انه يحافظ على حدود معينه، يحافظ على سلامه اللعيبه. بالنهاية بدك تلعب مارشال آرتس، بدك تفرجي هذا بدك تفرجي شو هو المارشال آرتس. ما عم نعمل رأس ولا عم نعمل هلا بنحكي أيضا بعد شوي عن وين الحدث. ولكن لبيب خبرنا عن بطولة لبنان بالسباحة، نادي أريمال نادي عريق جدا، نحن نعرف أنه ربح أكثر من مرة، شفنا بحلقات سابقة ضيوف من أريمال ضيوف من نادي الجزيرة. خبرنا اليوم الديديكيشن للنادي لهذه الرياضة، شو هي أسبابه؟ نحن عنا 70 سباح، والسباحة هي الفئات 7-8 سنين 8-9-11-12-13-14-15-16-17 رجال وما فوق. يعني هي من البطولات القلال، الولد اللي عمره 8 سنين بيأثر وبيربحك البطولة مثل اللي عمره الكبير. اللي عمره 18 رجال وسيدات. رجال وسيدات هن 12 فئة، 6 ذكور و6 إناث. نحن جروب كتير كبير، نبلش برئيسة النادي يلي هي تعطينا كل الدعم، سيدي مارسيل ورجي، بنوصل لمجموعة كبيرة من المدربين على رأسهم الكوتش إيلي بطروس، جورج يازبيك، محمد دعبول، أنا، وعنا أسيستن كوتش اثنين ميلاد. هلأ بنشوفهم أيضاً بالروبورتاج. صحيح. يعني النشاط هو مستمر كل السنة. صحيح. صحيح نون ستوب. هل عم بيكون لك تواجد بالسباحة ولا تركها لصديقنا إيميليو؟ لا أكيد هلا أني أخذين ماركة مهمة كمان بعلم السباحة، رح نجرب نفوت فيها شوي شوي. أكيد ساندرين، نحن وياك كنا بتقرير، كنت عم بتابع تدريبات إذا فينا نسميه فريق الرمال أو منتخب الرمال يلي في عدد من أعضاء منتخب لبنان. كيف شفت هيك
الحماس تبع الشباب. يعني بالفعل كنت عم بقول له كمان هذيك مره لنجيب انه حلو نشوف هون بلبنان انه فيها الالتزام الكبير عند السبيحه، يعني بتشوف هالعدد الكبير وبالتنظيم وتمرين بكل معنى الكلمه، يعني ما في لعب، يعني ما في مزح بالموضوع. فحلو هذا الشيء، وحلو انه هالعدد الكبير عم نشوفه كمان. على كل حال هلا رح يكون عندنا فكره اوضح شوي عن هالتمرينات، العالم تعرف اكثر عن شو عم نحكي بهالتقرير اللي عملناه من تمرينات فريق الرمال. مارون واكد وجينيفر رزق الله، انتم من ابرز السبيحه هلا بلبنان اللي عم بيعملوا افضل النتائج على الصعيد الوطني والعربي. مثل ما بعرف ب 3 جولاي انتم مسافرين لتشاركوا بالبطوله العربيه، خبروني كيف عم بتقدروا تنسقوا بين الدراسه وبين تمريناتكم ومشاركاتكم العديده بالبطولات؟ عم نجرب قد ما فينا يعني نلحق بين درسنا وبين السباحه تبعولنا، يعني نجرب نعطي لكل شيء وقته. وهلا يعني مش هينه ترمينال خصوصا بلبنان، يعني كثير بيركزوا على العلم وهيك، فمستقبلك اكيد بدك تعمل مهندس او شيء، فبدك تكون درسك يعني تلحقيه كثير منيح. وهلا بخلص انا فايت اس جي، فبخلص تقديم 2 شهر وبسافر 3 شهر بدخل على بطوله العرب. انا انه بجرب نظم وقتي قد ما فيي كرمال اقدر تو بالانس بتوين الشغلتين، بس انه دائما الاولويه لدرسي، بس كمان بارت كثير مهم من حياتي هو السباحه، وهلا عم بتمرن عم بتدرب كرمال بطولة العرب. أنتوني صعيبي وأليكسيا خوري، أنتوا أبطال لبنان للنشئين وكمان مشاركين هلا ببطولة العرب لما دون 15 سنة، قد إيه حاسين حالكم ردي لهالبطولة إنه تعملوا نتائج منيحة فيها؟ نحن محضرين منيح لهالبطولة لأنه صرنا فترة منيحة عم نتمرن عم نتعب بالتمرينات وهيك لنكون جاهزين على هالبطولة ونعمل نتائج منيحة ونمثل لبنان. بلشت أسبح وقتها كانت 4 سنين، وكل يوم بعد المدرسة بسبح مع الفريق 5 مرات بالجمعة. شو أبرز المشاكل اللي عم بيواجهوها السبيحة اليوم، يعني إن كان بتمريناتهم أو بمشاركاتهم بالبطولات المحلية والعربية؟ عنا كتير مشاكل بتواجهنا، بدي أحكي عن بارت صغير هو، بس نسافر لبرا ونكون عنا إيفنتات برا مثل بطولة العرب أو بطولة عالمية، بعدنا لهلأ منروح يعطي العافية الاتحاد بهذا قد قادر. يعني شفنا بس مدرب من المدربين الثلاثة اللي عم بيكونوا موجودين، أنت راح تكون معنا. من بعد ما شفنا هيك روبورتاج، شو أول تعليق لك لبيب؟ ياريت هيك على طول ما نشوف مشاهد، لأنه عن جد شيء بيكبر القلب، وياريت كان في وقت أكتر تشوفوا التمرين. السباحة عن جد غير كل الرياضة، ساعتين على طول عم بيكون عنا سباحين بالبرنامج، فعم نتابعكم. نحن ناطرينكم من بعد المشاركة بالبطولة العربية. هلأ الياس قبل ما نشوف روبورتاج مع رئيسة الاتحاد، اليوم أنت متابع على الأرض لعدد كبير من الأحداث الرياضية، اليوم برأيك أنت السباح أو الرياض اللبناني هل بيوصل لمكان ما بيوقف نشاطه وطموحه؟ الرعاية هيدي أهم شغلة. هلأ نحن عم نجرب على صعيد خاص ندعم قد ما فينا، بس الدولة لازم تشتغل، الدولة هي اللي لازم ترعى هالأحداث كلها وترعى هالأبطال كلها ليوصلوا، لأنه اليوم لازم يكون حس عنده دعم مادي خصوصا بالسفر لبرا ليقدر يبرز ليقدر يشتغل ليقدر يتمرن كل الوقت. يعني هيدا شيء نقص بالمادي ونقص بالرعاية، هيدا اللي عايزينه لعيبتنا وأبطالنا، ومتابعة يمكن بالوقت يصيروا محترفين وشبه محترفين. هي مجرد يعني هالكلمة مش موجودة، يعني مجرد ما وجدت الدعم المعنوي والمادي كله بيتنظم بيتواجد ومشير نحقق انتصارات ومجيب ميداليات. بس بدك هذه هي المتابعة، يعني مش بس القطاع الخاص يشتغل، على صعيد خاص هذا اللي عم نجرب نعمله فيه، مش بس نحن يعني كذا مؤسسة، يعني هي مؤسسات تجارية ترعى ماركات رياضية وهالإشياء، هي اللي عم تساعد أكثر من غيرها لأنه دولة غايبة نوعا ما غايبة. هلا رح نشوف صاندرين مع رئيسة الاتحاد شو كان رأيها بهذه الأمور. نعم، الاتحاد بالفعل عنده نشاطات كثيرة هيدا الموسم، كان عندنا البطولة تبع الحوض سباحة 25 متر يلي هي خلصت لو 1 جوان، يعني كانت، وهلا عندنا بمارسين كمان دورة البحر الأبيض متوسط ومشاركين فيها كمان كلبنان.
بعدين في عنا اللراد بتموز البطولة العربية للناشئين يلي هي رح نشارك فيها بحدود 24 أتلات رح نكون مع أكيد المدربين وكل الإكيب يلي رح يكون رايح من هون، وهيدي موعودين إنه نقدر نجيب فيها كمان ميداليات. بعدين في عنا بطولة العالم بإسبانيا كمان رح نشارك فيها، وفي عنا جمعية العمومية للاتحاد الدولي يلي كمان رح كون مشاركة فيه أنا، وبيرجع بعدين بقى بالصين رح نكون مشاركين كمان، وبيرجع في عنا بطولة العالم للناشئين بدبي بقى كمان رح نكون مشاركين فيها. ساعتها بلبنان نرجع على الووتر بولو يلي كمان رح يكون في بطولة الووتر بولو، وبنرجع بطولة السباحة لحوض 50 متر. مثل ما نعرف محلياً الرمال فازت بلقب ببطولة لبنان، خبرينا كيف كانت عم بتكون تحضيرات السبيحة خلال السنة؟ يعني بالشتاء نحن بنعرف في نقص نوعاً ما للمسابح المغلقة الأولمبيك، وين كانوا عم بيتمرنوا وكيف؟ هلأ نحن عنا حظ يعني كبير أنه يكون عنا مسبح مغلق بالرمال ونقدر نتسبح يعني، وسبيحتنا يقدروا يستفيدوا. وانت بتعرفي نادي الرمال بيحتوي تقريبا على 90 سبيح، يعني اكبر اكيب سباحه موجود هو بنادي الرمال بقى. بس انا بتاسف لبقيه الانديه يلي ما عندها، وعشان هيك نحن عم نشتغل وعم من كمان طلبنا كثير من معالي وزير الشباب والرياضه وساعدنا كثير ومشكور عن جد، لانه اخذوا قرار وراح يبلشوا بالمسبح الاولمبي. يعني ايضا بدنا نوجه لها تحيه لمدام مارسيل برجي على النشاط الكبير يعني عم بتقوم فيه، رئيسه الاتحاد اللبناني للسباحه، ولالي بطرس اللي ايضا هو مسؤول عن المدربين اذا فينا نقول بنادي الرمال بطل لبنان. هشام خبرنا الحدث وين رح يصير؟ اول شيء بدك تسمح لي دقيقه اتشكر الاشخاص اللي سببوا بنجاح هذا الحدث. بدي اتشكر اول شيء معالي وزير الشباب والرياضه اللي ساعدنا كثير لحتى طلعنا بالاتحاد وراعي هذا الحدث. بدي اتشكر معالي وزير النوايا الحسني استاذ خليل نصور اللي كمان على طول عم بيساعدنا، وبدي اتشكر الشركات الراعيه، بدي اتشكر كلاسبور، بدي اتشكر شركه فتال، وبدي اتشكر شركه تعنايل كمان. الحدث وين رح يصير؟ الحدث رح يصير بجوني قدام قدام مينا مركز الانقاذ البحري للدفاع المدني. اي نهار؟ رح يصير الخميس الجاي بأربعة تموز. الخميس الجاي 4 تموز الساعة 8 ببلش الايفنت. يعني فينا نعتبره هو من باطار مهرجانات جوني ايضا. هو نوعا ما يعني نوعا ما باطار مهرجان ضمن مرحله. مين الابطال اللي رح بيشاركوا بهالحدث؟ في عنا ابطال اجانب، وفي عنا ابطال لبنانيه لاعبين دوليا، وفي عنا ابطال جداد. ابطال اجانب مثل مين يعني؟ في عنا شخص فرنسي، وفي عنا شابين من سوريا، وفي عنا اكيب جاي من العراق، وفي شبابنا اللبنانيه. والحدث فاذا رح نبقى نغطيه بكاميرا، ما رح نقدر يكون عنا نقل مباشر للحدث، بدنا نتابعه سوا. كل يلي بيحب يحضر فيه عنده امكانيه يكون موجود بيقدر. والليله قد ايه رح بتطول؟ الجيم ماكسيموم الايفنت ماكسيموم رح يبقى ساعتين. رح يكون من الشط، رح يكون في تراس عم يحضروا عليها العالم يلي بيجوا من 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 جوني ومن حواليها، وفي عنا اللي بيحبوا يحضروا من البحر بيقدروا يجوا بالبوت يحضروا، البوتس تبعولهم يحضروا السباق. فاذا رح نكون نحن وياك هشام على الاراضي الاسبوع المقبل. ساندرين هلا قبل ما نختم القسم الاول على السريع، نحن وياك رح نشوف تنس رالي 24 اورز اوف لومان. نعم، رح نبدا اول شيء اكيد مع التنس وبطوله ويمبلدون النجيبي اللي انطلقت امبارح. كان في اكيد مفاجاه كثير كبيره بخروج رافائيل نادال من الدور الاول، هيدي اول مره بتصير بمسيرته انه يخرج بالدور الاول من بطوله كبرى. رح خاصه انه هو ربحان برولان جاروس يعني. مزبوط، بس بتصور الغلطه اللي عملها هي انه ما لعب اي دوره تحضيريه على الارضيه العشبيه قبل ويمبلدون. خلينا نتابع اذا ابرز نتائج الدور الاول.
إذن بالدور الأول من بطولة ويمبلدون بدأ السويسري روجيه فيدرير مبارياته بنجاح بفوزه السهل على الروماني فيكتور هانيسكو 6-3 6-2 و6-0. البريطاني أندي موري تأهل أيضا بسهولة إلى الدور الثاني بفوزه على الألماني بنجامين باكر 6-4 6-3 و6-2. الأسترالي المخضرم ليتون هوي تتغلب بالدور الأول على السويسري ستانيسلاس وورينكا 6-4 7-5 و6-3. والمفاجأة كبيرة مثل ما ذكرنا كانت خروج الإسباني رافائيل نادال من الدور الأول بعد خسارته أمام البلجيكي ستيف دارسيس 7-6 7-6 و6-4. عند السيدات كانت سارة إيراني أولى ضحايا الدور الأول بعد خسارتها أمام مونيكا بوينغ 6-3 و6-2. البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا المصنفة الثانية بلغت أيضا الدور الثاني بفوزها على البرتغالية ماريا جواو كويلر 6-1 و6-2 مثل الروسية ماريا شارابوفا المصنفة الثانية اللي أيضا تأهلت إلى الدور. يعني بعتقد أيضا ماريا رح نشوفها بالمواجهات الأخيرة. مفروض عم تأدي مستوى جيد. هي أنت بتهتم بالتنس؟ أكيد. بلشت تهتم جديد؟ أكيد أكيد. مين الأبطال المفضلين عندك؟ هلا مش كتنس نحن عاملين أجندة للسنة اللي جاي إذا قال رب مش بس تنس تنس باسكت بول سباحة سكي عاملين برنامج رح يكون لنا رعاية أكيد على حال نحن رح يكون في نشاط مكثف نحن وياكم أيضا وبالنسبة لهشام بالنسبة عاملين سيربرايز لللاعيبة اللبنانية رح نقي ثلاث لاعيبة بآخر المباريات أمامي ورح نعمل لهم فول سبونسر من حيث اليونيفورم والتغطية حتى إذا في سفر كمان رح نساعدهم حتى يعني هيك لازم نساعد شوي أكيد وإلا ما فينا نقوم بالكيج أحسن ما هون 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 هيك بيعذبونا بصير بدنا نغطيهم على التلفزيون هيك بنغطيهم بطريقة سلمية وحضرية ورياضية نحن من جهتنا كتير بنتشكر والسوربريز كتير حلوة واكيد الشباب رح ينبسطوا لانه الشباب ما عم ساعتها لازم يلعبوا بطريقه افضل ما عم بيلاقوا دعم ابدا وممكن يوصلوا للعالميه يعني ثانك يو ميرسي ميرسي الياس ساندرين رح نتابع نحن وياك رالي فازان و 24 رالي ساردينيا المرحله السابعه من بطوله العالم يلي كمان شهدت تالق سيب اوجيه واللي عم بيقترب اكثر من احراز لقب العالمي الاول اذا خلينا نتابع بعض الصور من رالي ساردينيا إذن عاد الفرنسي سيباستيان أوجيه سيئ فولكسفاجن إلى منصات التتويج بإحرازه المركز الأول برالي ساردينيا المرحلة السابعة من بطولة العالم يوم السبت بأولمبيا وتقدم أوجيه على البلجيكي تييري نوفيل سيئ فورد فيستا والفنلندي ياري ماتي لادفالا سيئ فولكسفاجن هذا الفوز الرابع لأوجيه الموسم والأول من وقت تتويجه برالي البرتغال بإبريل واللي كان الثالث له على التوالي بعد رالي السويد والمكسيك إذن ترتيب الخمس الأوائل برالي ساردينيا عندنا أوجيه بالمركز الأول تييري نوفيل الثاني ثالث ياري ماتي لادفالا الإسباني داني سوردو رابع وتشيكي مارتن بروكوب مايكل بالمركز الخامس أما بالترتيب العام للبطولة عندنا أوجيه أول لادفالا ثاني نوفيل ثالث لوب رابع وخامس هيرفنن إذن هيدي أبرز النتائج كان سبق حلو بجزيرة أجرمان كان لازم نروح ياريت شو بدنا نعمل فهلا رح نتابع نحن وياك سباق 24 hours أو 24 دو مان خبرينا صديقنا الأمير عبد العزيز شو عمل عملوا مركز عاشر وهذا أكيد مثل ما قال إنجاز كتير مهم على صعيد عربي يعني مثل ما قال بمجرد وصول إلى خط النهاية هذا إنجاز يعتبر فنتيجة كتير منيحة عملوها رح نحكي عنها ورح نحكي عن غير نتائج أيضا بالتفاصيل وبالصور فاز الدنماركي توم كريستنسن سي اودي بالنسخه 90 من سباق لومان للتحمل للسيارات الرياضيه يلي اقيم على مدار 24 ساعه بفرنسا واختتم نهار الاحد حقق البطل الدنماركي كريستنسن رقم قياسي بالفوز بالبطوله للمره التاسعه وحقق فريق اودي الفوز بالسباق للمره الرابعه على التوالي و12 باخر 14 سنه من جهة تانية أشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل المشارك ضمن فريق جي ام دبليو موتور سبورت بسباق لومان بحصول الفريق على المركز العاشر بفئة البرو جي تي وهيدا أكيد إنجاز كبير لرياضة السيارات بالوطن العربي وبدنا نذكر نجيب أنه الأبرز كمان بهذا السباق كان وفاة السيد الدنماركي آلان سيمنسن بالنار الأول من بعد الأكسيدان اللي تعرض له للأسف هذا صرنا 12 سنة ما شفنا حادث بي حادث كان مروع أكيد بهالسباق أما بختام أخبارنا فرح منكون بالقسم الأول بالطبع فرح منكون مع عشا نادي السفارة الأمريكية ورئيسه الأستاذ أسعد النخل الصديق الكبير الياس أنت كنت موجود معنا بهالعشا رح نشوف أبرز الأحداث اللي كانت عم بتصير بهالحدث المميز اللي بيصير حدث سنوي بعالم الرياضة اللبنانية كا
كما جرت العادة أقام نادي السفارة الأمريكية الرياضي حفل عشائه السنوي بحضور سعادة السفيرة الأمريكية مورا كونلي ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جون همام وعدد كبير من الشخصيات الرياضية والسياسية والاجتماعية والفنية. وبعد النشيدين اللبناني والأمريكي وكلمة لعريف الحفل الزميل جورج الهاني، تحدث أسعد النخل رئيس النادي ونائب رئيس الاتحاد اللبناني للفوليبول عن أهم محطات فريق السفارة بالكرة الطائرة والميني فوتبول، وشكر السفيرة وكل الداعمين لمسيرة النادي بمشوار الرياضي. واتمنت السفيرة كونولي انه يواصل فريق السفارة مسيرته الرياضية الناجحة، وشكرت بدورة القيمين والداعمين لفرق النادي. وبعدها تم توزيع عدد من الدروع التكريمية لعدد من اصدقاء وداعمي النادي مع درع لنادي الانوار الجديدي بطل لبنان تسلمه رئيس النادي جورج نصور. وتم قطع قالب الحلوى من بعدها احتفالا بمرور 19 سنة على تأسيس النادي. أما هلا فبدنا نختم القسم الأول، بدنا نشكرك لبيب، عندكم هيك هلا نشاطات مكثفة على الصعد العربية والآسيوية، برأيك رح نقدر نجيب ميداليات مميزة للبنان؟ بتصور بالعربية رح يكون في عنا ميداليات، بس لما يطلع آسيويا أصعب شوي، آسيويا وعالميا لأنه كمان عنا بطولة العالم. بس بدي هيك أقول شو المشكل، نحن أولادنا بيتمرنوا 5 تمرينات ل6 تمرينات الماكسيموم، هذا منكون يعني كسرنا الدنيا، اللي عم نحاربهم أو اللي عم نسبح معهم 15 تمرينة، وهذا الحجم الكبير بيعطي الفرق. هذه اللي كنا عم نحكي مع الياس، قصة الاحتراف اللي غايب عنا اليوم. وبعدين ولادنا انه بده يتعلموا، بعدنا بلبنان عنا عقلية ابنك مهندس ومحامي وحكيم وبده يسبح، ما في يعملون هودي. طب اذا عمل بطل كيف بده يعيش؟ على كل حال شكرا لك لبيب. هشام بدنا نقول لك يعطيك الف عافيه، من هلا لوقتها عندك 10 ايام 12 يوم شغل، رح نكون الى جانبك الخميس المقبل بتغطيه للحدث، ومن بعدها ايضا نبقى بنشوفها بنشره الاخبار. شكرا لك صندرين، يعطيك الف عافيه، بدنا نشوفك بكره بنشره الاخبار اذا الله راد. ياس رح بضل معنا بالقسم الثاني اللي رح نستضيف فيه روبير عماد بالطبع كارلوس شاد والصديق جورج سويدي. رجعنا معكم بالقسم الثاني، بدي ارجع رحب بالياس، مساء الخير من جديد. بدي اقول له ما بعرف اقول لك مبروك روبير او لا، اكيد بدك تبارك لي بدك تبارك، بس انا زبطت معي انه اذا فتحت مع ليبرون رح يربح رغم فتح. كل التحاليل هلا بنحكي عنه في سياق هذه الحلقه. بونسوار جورج، انا جيب يعني اليوم انت جمعت الماضي قلت انه في ستاتستيك انه ما ممكن واحد 3-2 او 2-3 يجي يربح، بس يعني ما زبط هي بهالسيري كان وحده بوحده عم بتصير دائما. ميامي عمل 2 لاول مره فيها بس رجع ربح، يعني اكيد هو كان بيستحق. هلا بنرجع نحكي بالتفاصيل اكثر. اعطيني كريدي في 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 ليبرون بدأ، اما كارلوس شاد الصديق الكبير للام تي في، بس اول مره عم نشوفه معنا، حق عليك لانه ثاني مره بس انه ساعه اكيتاسيون ساعه سكيدا وقتنا قد ما فينا ساعة مراسال. فاليوم شو رح نحكي نحن وياك؟ اليوم رح نحكي بتنظيم رابع جولة من كاس العالم السكي على العشب رح تصير بلبنان بفقرة من 12 ل14 تموز. طيب اليوم شفنا في عنا MMA، في مشاركات كبيرة اليوم، إيفنمان رح تعملوه بفقرة مكلف فوق $100,000، كيف هالإيمان يعني؟ ما عم بفهم هالبلد كيف راكب، بتشوف العالم عم تظهر عم تسهر اتسترا وفي قصف 30 كيلومتر هلا هيدا جولة. بطبيعة الحال بدنا نتوجه بالتعزية لكل شهداء الجيش اللبناني اللي سقطوا النهار الأحد، يعني صحيح انه عم نضحك ولكن بنفس الوقت عنا 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 حزن كتير كبير، وعنا ما بعرف اذا في اولى الكلمة مأساة بهالبلد، ولكن بضل القلب كتير كبير، عم نقوي قلبنا قد ما فينا، وما بهالظروف خاصة هو رح يكون تشالنج لنا كتير كبير نقدر كمان اكيد نجيب كل هال الدول المشاركه، لانه في اكثر من 80 شخص جايين كديليجيشنز، في عندك اكثر من 50 اتلت جايين، وهذا تشالنج للبنان وللسبورت. وين رح يصير فقره كارلوس؟ بفقره رح نشوف صور بنفس الوقت، يعني تناخذ فكره، لان انا بعرف انتم بفقره صار لكم فتره عم بت سنه 3 سنين عم نشتغل عم بتربوا العمليه مختلفه شوي، يعني الفضل كبير هلا بالتنظيم للاتحاد اللبناني للتزلج اكيد، اللي هو كمان كان من جمعتين بمؤتمر الفيز بكرواتيا، وحكي حتى مع جان فرانكو كاسبر يلي هو رئيس الاتحاد الدولي، دعمنا على الاخر بهذا المشروع. فإذن الحدث رح بيصير بمطار أي متى مزبوط الوقت، يعني من 12 ل14 ساعات من 12 ل14 تموز، وبرعاية كمان فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية،
وهيدا فخر لأننا نقدر ننظم لأول مرة جولة من كأس العالم برياضة معينة. طيب اليوم نحن الفريق اللبناني هل هو مستعد للقيام بهذه المسابقة؟ نعم، هلا اللي عملناه إنه جبنا صرنا على مدى ثلاث سنين في مدرب المنتخب التلياني عم بيجي يساعد الفريق اللبناني بالتحضيرات، وهلا صار له عملوا مخيم 10-15 يوم وهلا هيز اب تو ات. هلا اليوم المنتخب اللبناني وصل على تشيكيا وراح يشارك بفيزا بيساعدوا ويتحضروا. شو الفرق بين السكي العادي وسكي سو جراس؟ التكنيك هي زادة 100%. الفرق انه ما في عندك سلايدنج على كار سكي، سو يو هاف تو بي بيرفكت، لازم تكون على نص سكي لايك السنتر دو جرافيتي لازم يكون بارفي. هلا بدك تشوف بالريبورتاج، هلا بعد شوي بنشوف صور وبنحكي عن هيدي الامور. لكن الياس كمان هون بدي اخذ رايك، مسابقه كمان ضخمه مميزه جدا عم نتابعها باتحاد التزلج. اليوم برايك انت الرياضي اللبناني رغم كل الصعاب وانت احتكاك مباشر معه بسكيه، ايضا عندك احتكاك مباشر، كيف بتلاحظ رغبته بالبقاء على قيد الحياه؟ هلا ما في شك انه المبادره الشخصيه هي هي ضد كل عنف، ضد كل تطرف، ضد كل شيء عم بيصير غلط بهالبلد. هي المبادرات الشخصيه من الاشخاص، من اللعيبه، من هالمؤسسات. يعني بدنا نكون معهم الى جنبهم دائما تنكون بامور مميزه نحن وياهم. جورج نحن وياك رح نتابع هلا كاس القارات يلي سنه ما بعرف عندها هيك رهجه خاصه صح بالبرازيل. برازيل يعني لما تحكي برازيل عم تحكي بلد الفوتبول. عن جد عم بيكون تنظيم حلو، بس للاسف هناك مظاهرات عم تصير خارج الملاعب بسبب ارتفاع الاسعار، يعني ارتفاع الاسعار بالمواصلات، ارتفاع اسعار كل شيء بالبلد، لانه البرازيل عم تستضيف هالمونديال والالعاب الاولمبيه 2016 تكلفت مصاري كثير عم تحاول تردها. رح نشوف سوا ابرز المباريات الاخيره اللي صارت بكاس القارات. أكيد المباراة المنتظرة كانت بين البرازيل وإيطاليا، موجهة نارية بختام مباريات المجموعة الأولى. ولاحظوا كوبي براينت روبير هون عم يتابع مباراة المنتخب البرازيلي. كوبي كان عنده جولة مع رونالدينيو، جولة ترويجية لأحدى الماركات الرياضية بالبرازيل. المنتخب البرازيلي كان عم يتقدم 1-0، المنتخب الإيطالي بعادل الأرقام من بعدها 1-1. ضربة حرة رائعة جدا لنيمار اللي عم يسجل أهداف خرافية بهالبطولة، وعم بأكد أنه راح يكون نجم فريق برشلونة بالموسم القادم. نيمار مثله مثل بقية اللاعبين تألقوا بها المباراة. فريد هون عم يسجل كمان هدف برازيلي. اللقاء انتهى 4-2 لصالح منتخب السامبا. هون هدف إيطالي، الهدف الثاني كان بهالمباراة اللي شهدت إصابة ماريو بالوتيلي مهاجم منتخب إيطاليا الأسمر يلي رجع إلى إيطاليا، وذلك من بعد ما تعرض لإصابة بهالمباراة. رح يغيب عن مباراة نصف النهائي اللي عم تلعبها إيطاليا نهار الخميس مع إسبانيا بمواجهة أوروبية 100%، بينما البرازيل رح تلعب مع الأوروغواي بمواجهة أمريكية جنوبية. إسبانيا بدورة أكيد أكدت مركزها الأول بالمجموعة الثانية مع 9 نقاط كاملة بفوز ثالث على الطويلة على نيجيريا 3-0. جوردي ألبا عم يسجل هدفين، توريس كان عم يسجل هون برأسية هدف لفريق إسبانيا بهالمواجهة. توريس مركزه مهدد بفريق تشيلسي لأنه مثل ما عم نسمع بالفترة الأخيرة إدنسون كافاني مهاجم نابولي مطلوب بتشكيلة خوسيه مورينيو الجديدة بنادي البلوز، وبحال إجا كافاني توريس موقعه مهدد، ممكن ينتقل لنابولي اللي عم يدربه بنيتيز بالفترة. يعني شو شفنا بكأس القارات اليوم؟ مين الأفضل؟ البرازيل بالطبيعة، برازيل إسبانيا لهلا. إيطاليا عم تقدم مستوى جيد بس مهزوز نوعا ما، والفريق الأمريكي الجنوبي الآخر والمنتخب الأوروغوياني كمان عم بيكون جيد، بس أكيد نجيب يعني متوقع نشوف فينال برازيلي إسباني، وراح تكون أكيد نهائي مباراة نهائية رائعة نهار الأحد ب30 الشهر. بتحب الفوتبول؟ تابع من وقت لوقت، يعني هلا عم نستعد لكأس العالم، بلش العد العكسي. يعني أنا بحب ألمانيا وبحب لعب البرازيل. اوف، لكن بين بعضهم اصلا اصحاب. صح روبير، انت بتحيرني اوقات انجليزي او برازيلي. انا برازيلي. كارلوس فرنسا. فرنسا وخلص، وين بعطي خلصنا. ربحنا مره واحده وخلصت الخبريه كاس العالم. هلا رح نتابع معك جورج انتقالات وغوارديولا، اول مؤتمر صحفي له بالنادي البافاري. اذا بيب غوارديولا اخيرا أول لقاء أمام الصحافة كان عم بيكون له بملعب الأليانز أرينا، منتابعه سوا بالصور.
اخيرا ظهر بيب غوارديولا من بعد غياب طويل، وكان ظهوره بملعب الاليانز ارينا بحضور اكثر من 250 صحافي من مختلف انحاء العالم. اعلن بيب باول حديث رسمي له عن سعادته بالثقه اللي منحتها له اداره الفريق، ومسؤوليته الاساسيه هي الحفاظ على مستوى نادي البايرن اللي خوله الفوز بثلاثيه تاريخيه هالموسم. وقال المدرب الكتالوني انه اسلوب لعب برشلونه بيختلف عن اسلوب البايرن، ومهمته هي التكيف مع اللاعبين اولا بغض النظر عن اسلوب اللعب. واكيد حصل على سياره الاودي الجديده الاويت، هو سبونسر اساسي للفريق. اما لوران بلان فبعض اللعيبه كانوا عم بيقولوا مين يعني لوران بلان تيجي يدرب البي اس جي؟ لوران بلان نجيب مدرب ممتاز، ان كان مع منتخب فرنسا كان عنده نتائج جيده يعني، وحتى مع فريق بوردو اللي دربه هو بياخذ راي كارلوس شادن السابق. شو رايك كارلوس ببلان؟ انا بحب كثير لوران بلان لانه عنده خبره، ما كان لاعب اللي كاريزماتيك يعني، صحيح. عنده الكاريزما الكبيره، كان هو القائد الاساسي اذا بدك للمنتخب الفرنسي بمونديال 92 وبيورو 2000. بنتابع سوا اذا بعد ما شاهد لابلان اللي صار مدرب رسمي لفريق باريس سان جيرمان. إذن ريال مدريد كان ناطر أنه بي اس جي يعلن رسمياً لوران بلان مدرب لفريقه، وفعلاً اليوم بمجرد ما أعلن باريس سان جيرمان قرار إعلان لوران بلان هو مدرب الفريق، ريال مدريد كان عم يعلن بعد دقائق قليلة أنه كارلو أنجلوتي هو مدرب فريق ريال مدريد. يعني صارت عملية انتقال من هون وانتقال من جهة تانية. أنجلوتي إذن رسمياً بثلاث سنوات عقد مع ريال مدريد، مثل لوران بلان اللي ثلاث سنوات عقد مع نادي باريس سان جيرمان. وبي اس جي حافظ على نجومه لهلا بعد ما ضم ولا نجم كبير بالفترة المقبلة، بينما ريال مدريد نجيب يحكى بأسامي كتير كبيرة، جاريث بيل، هناك إيسكو نجم منتخب إسبانيا للشباب اللي فاز ببطولة أوروبا الأخيرة، وكمان يعني بحال انضم بيل وإيسكو إلى كتيبة ريال مدريد بتصور رح يكون الفريق ناري جدا بالموسم القادم. كافاني بعد بحال ما انتقل لتشيلسي مطلوب كمان بفريق الريال. الياس اليوم ميسي إدي أثر على عالم كرة القدم، في ميسي أو في كريستيانو رونالدو يلي بدك إيه المفعول تبعهم كيف كان؟ يعني نحن بنعرف من وراء محلاتنا مبيعاتنا، يعني تشوف الأولاد الشباب الصغيرة لما بيطلبوا مثلا بدهم الحذاء تبع ميسي بتكون موجة عارمة وبشكل غير طبيعي. أكيد عم بيأثر، يعني أكيد عم بيأثر بكل عقول هالشباب واللي من بيشوفوه عم بيتبعوه أو يجربوا يقلدوه. روبير هلا رح نفتح نحن وياك ملف الـ NBA قبل ما نرجع لكارلوس نحكي بيكون صاروا الصور جاهزين. خلينا نحكي شو صار بآخر مباراتين، مباراة سادسة آخر مباراتين رح نشوف صور آخر مباراتين، بس قبل بالمباراة سادسة على لحظة كانت قلبت الأمور لمصلحة أنا بدي أحكي شوي مفصل. لبرون قبل ما نفوت بالصور خلينا فإذا نفوت بالصور ونرجع نفوت بالتفاصيل. هنا عم نشوف جيم 7 جيم 7 كانت تقريبا مباراة بدي احكي شوي مطولا نجيب عن هالسيري يلي بتاريخ الان بي اي. انا بحضر الان بي اي من سنه 82، اول مره بشوف سيري هالقد متقاربه. جيم 7 لاخر دقيقه او 30 سنه للمباراه قلبت شوي للميامي بنقطه لتيم دانكن، لو قدر حط تيم دانكن اللي اب كانت المباراه تغيرت كليا. هون عم شوف تتويج لبرون جيمس بمباراة رائعة جدا، 37 نقطة 12 ريباوند 5 أسيست، وراء دغري دوين ويد ب 23 نقطة، وما ننسى شون باتيه يلي عمل. هون عم شوف الاحتفالات بميامي يلي صار عاملين ريبيت، والانتقادات اللي تعرض لها لبرون جيمس بالجيم 1 2 3. بدي أقول شغلة نجيب هون، هاي المباراة فور ذا ايجز، هيدي عن جد لازم تتعلم هالسيري، لازم تتعلم للاجيال، يعني مثل شادر أرمسترونغ مثل فور ذا ايجز، لانه اللي شفته انا عم بقول لك بحضر باسكتبول من زمان كثير، ما شفت مباراه هالقد متقاربه، كل جيم عم بيكون بريشر. لحظه لحظه، السيجار كوبي كوبي اكيد ميامي مع بالطياره بده يكون بالطياره بجيبوه. مباراه عن جد هون عم شوف احتفالات ميامي بميامي اللي كانت كثير مباريات من فتره كثير طويله. قدرنا شفنا جيم 7، جيم 1 كان اندر بريشر، جيم 2 كل الجيمات كانت عم تنحس. هلا في شغله بدي اسالك اياها، بالمباراه السادسه اين اخطا سان انطونيو؟ لبرون وين لعب يعني؟ السادسه بقول لك شغله باخر 30 ثانيه البنش تبع سان انطونيو سبورت بلشوا يحتفلوا
بلشوا يغيروا تيشيرتاتهم، يعني صار في عجوب اذا بدك 103 وقتها. يعني شوطت راي ألن اوفر تايم، رجع الاوفر تايم قلب لعندهم، يعني كانت عم بقول لك فاتوا عم بيحتفلوا، يعني عم بشوا حيفتحوا شامبان، واجت كل شيء رجعت لورا وقلب المعادله. وكان الجيم 7 انا كنت عم بقول انه رح يكونوا متاثرين كثير سان انطونيو. بوبوفيتش عمل مدرب انا بقول يمكن من اهم مدربين بتاريخ اللعبه، يلي قدر حافظ على فريق يلعب جيم 7 لاخر. عاده فريق بينهار خلص بيكون داون، صار ما بعرف بيكون. رجعوا لعبوا مباراه 48 مينتس 47 مينتس اذا بدك، بقيوا عم بقاتلوا. حتى تيم دانكن لاي اب ايزي لاي اب برا، واجا عمل لها تيب ما قدر خلصها. لو هيدي كانت عدلت مباراه يمكن ما بتعرف شو كان صار. جيم 7 تشوف لحد وين وصلون. اجا هنا بوبوفيتش لبرون جيمس ودوين ويد بطريقه عاطفيه كانت كثير مؤثره. تيم دانكن كمان انا شفت الانترفيو تبعولهم كمان كان متاثر كثير. كان حلوه بسبعة عمره 37 سنة بيقدر يتوج بهالقد، بس خلص صار في الملك بالمواجهة. بعدين لبرون غير الأمور، فرض لبرون يعني عملوا جامبلينج كتير عليه بجيم 7، تركوه على الميتش على الميد ديستنس انه خليه يشوت. لبرون بعده يعني عمل جامبلينج وفرجين انه ما بقى فيك تعمل لي جامبلينج حتى 37 نقطة يعني. طيب اليوم ثلاث ألقاب للبرون، لقبين وين صار فينا؟ ويد ثلاثة وميامي ثلاثة، وين صار فينا نحطه بلبرون؟ بعد بالهول اوف فيم؟ لا هلا اكيد هيز ليجند بلاير، واكيد زلمه عم بالهول اوف فيم والبدك اياه. يعني زلمه وصل، بس لتبلش تقارنه بلاعبين كبار بدك بعد ألقاب، يعني ببلش يربح. يعني مثل ما قال المتعجرف كوبي قبل ما يصير معه خمسه ما تجيبوا لي سيرته. هلا كوبي كاركتير عاد انه كاركتير متعجرف، انت بتعرف كاركتيره، يمكن كنا سوا بتعرف قديش كاركتيره صعب. هلا لعيب كثير كبير ما فيك، يعني كمان لعيب عنده خمسة تايتل، يعني انت بدك تحكي بالتايتلز بتبلش تقارن باللاعبين شو قدروا ربحوا. كوبي قدر ربح، كاركتر بشع بس لعيب كثير كبير، ما فينا نقول ما فينا ننكر هالشيء. لبرون كان عم بيصرح انه اتركوني هالصيفيه انبسط، ما حدا بقى يبلش هلا، ببلش سكند خلصت ببلشوا يحاربوا. طب انا بعت عليه اداره الشرطة عم بيشرب سيجار كوبا بأمريكا، ماشي الحال، في مشكلة بقى. بدك تشوف قديش بتبلش برابع تايتل وبتطالع بتبلش. هلا كام في بي بلاير بعتقد هو سيطر والتريبل دبلز اللي عملهم بالمواجهات، يعني هي كم واحد جور عمل ركورد، عمل خطة مايكل جوردن بالأفريج، صحيح يعني عمل أفريج تقريبا 1.2 فرق بينه وبين جوردن. لبرون عم بفوت بطريق كتير واسعة بعد ما عمره 30 سنة، يعني ما عمره على خطة كتير كبيرة. كان عم ينحكى بتشينجز كتير كبيرة بميامي. كريس بوش يمكن يفل سمعنا، بس تربح يمكن يرجع. أنا بكير الجمهور عم يطالبه، بكير ينحكى بتريدز، ايه بفك في كشنته. بس أنا بنظري كان مفروض يعني في ستاب لازم تنعمل بميامي، لأنه عم بيلعبوا بلا سنتر. يعني عارفين كلنا أنه ويد مروح ركبته، عنده إصابة كتير كبيرة بده يتعالج فيها، رح يكفر تبعوته. يعني بده يجيب سنتر هلا، مفروض يجيب حدا يقدر يتكل. كريس اندرسون كان رائع السنه، عمل لهم هاسلينج كانت كثير مهمه، بس بعد بدهم على السنتر بوزيشن. اذا بنشوف كريس بوش باخر جيم، مع انه هو بجيم 6 جاب الريباوند كبل لري الن حط ثلاث نقط، بس حامل زيرو بوينتس، يعني مش مقبول بستار كلف 17 مليون بالسنه يعمل زيرو بوينتس بجيم 7. هون واخيرا ألن جاب تايتل كمان، لا تاني تايتل ربحان قبل مع البوستن، صحيح. شكرا روبير. هلا بعد شوي بنحكي عن الانتقالات الابرز اللي صار فيه. الياس، كيف فيك توصف العلاقه بين الرياضه المميزه التلفزيون والمعلن؟ بين الرياضه المميزه والمعلني والمعلن، يعني بين سبونسر، بين التلفزيون وبين ايفن ما مثل الام بي اي، مثل احداث اللي أكيد ممكن نشوفها بنقل مباشر نحن وياك قريبا. اكيد المعلن بده يعمل سبونسر لحتى يعلن، يروج لبضاعته او يروج لمنتجاته، يعني هيدي الاكيد. وبالتالي بده حدث كبير وبده تلفزيون، اكيد حدث كبير. هلا الفكره انه دائما نحن بلبنان السياسه بتدخل على الـ على على الرياضه، وللاسف عم نشوف شو عم بيصير بالبطولات هاي. يا ريت السياسيين ببعدوا شوي عن الرياضه، خلي الرياضه تمشي، يعملوا لنا منشآت رياضيه، يخلوا هالوجه الحلو للبنان يظهر لكل العالم بالرياضيه وبابطاله. يعني بدنا نضم صوتك لست مارسيل اللي كانت عم تحكي عن المجمع
الرياضي اللي هون قريب من الام تي في ان شاء الله نقدر نشوف. على كل حال الاسبوع المقبل ايضا رح نكون مع احد ابرز داعمين للرياضه اللبنانيه، احد ابرز السبونسرز ايضا وهو مسيو ميشيل ابي رميا رئيس مجلس اداره اكس اكس ال، تنحكي عن موسم الفوليبول، عن البيتش فوليبول، وعن نشاطات لجنه التسويق العالميه اللي ايضا بسياق الحديث اللي انت عم تحكي عنه. التسويق من خلال الفوليبول بده سبونسر، من هيك عم بغيروا حتى قوانين هذه اللعبه تتماشى مع السبونسرز اليوم موجودين. كارلوس، مين السبونسرز اللي موجودين معكم بهالايفنمان الكبير اليوم؟ طبعا في عندك بنقودي، في عندك سبور اكسبير، في عندك كون الملابس. رح نشوف صور بذات الوقت نحن وياك. اوكي، هول يعني ابرز السبونسرز. مثل ما بتشوف هلا، مثل المينلي اليوم بالوضع الحالي بتعرف انه كان كتير صعب انه حدا يقدر يطلب سبونسر، وخاصة انه الموسم بداية الصيفية مع الوضع الامني الموجود هلا، قد ما فينا عم نقدر نعمل، بس منا 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 شغلة سهلة. هون عم نشوف شوي كيف قد السكي على العشب سريعة بحسها، قد قريب تقريبا بسرعة السكي الالبي، تزلج الالبي بس مش ارتفيسيال، هذا منه لا لا كله جازون بفقره. حتى هلا بنشوف كمان في صور للبيست تبع فقره، بنشوف انه فيها اقبال كثير باوروبا هالديسيبلين، وهي بتخلي الاتليت فيت بالصيفيه كلها مثل ما شايف هون عم ينزلوا سلالوم عادي، وفي عندك سلالوم جيون كمان. يعني بدنا نوجه لكم تحيه لك ولكل الاصدقاء اللي شفناهم اليوم بالحلقه، من لبيب لهشام لكلكم اللي عم تشتغلوا بظل هالاوضاع، ما بعرف يعني كل شيء فينا نتامل. يعني للاسف مثلا بدوره برمانه ما رح نكون مع الدوره العربيه لانه ما في ولا اسم عربي قدر انه يقبل يشارك بهذه البطوله، يمكن انتم الاسامي اجنبيه اكثر او حتى يعني اليوم نحن بنطمح انه يكون في عندنا 12 دوله، سبعه دول اليوم يعني اكثر من 50 اتلات جايين من برا. لحد هلا لحد اليوم ما حدا لغى بعد لليوم، مع كل شيء صار هاليومين، ونحن بنأمل انه ما تبلش تتضاعف. بتعرف هلا النيوز شو بيفرجوا على التلفزيونات برا، ما بيعرفوا انه ان شاء الله ما تحضرون، ضلوا احكوا على التليفون هيك. هلا عم نجرب قد ما فينا وان شاء الله يقدر يرجع الفريق اللبناني من تشيكيا هلا. نحن فاذا رح نكون نحن وياكم بالشهر المقبل اذا الله راد. وشكرا كارلوس على كل النشاطات اللي عم بتقوم فيها وين ما كان، مثل ما كنا عم نحكي مولاسال اكيتاسيون سكي وين ما كان. وجه تحيه لصديقنا شربل ولريمو لكل الشباب بالاتحاد ولفيكتور وللكل. شكرا لك، شكرا جورج. وبدنا نحكي كلمه اخيره عن الانتقالات. هل الاسبوع رح يكون حاسم اكيد نجيب، يعني رح نعرف اسماء كبيره رح تنتقل ام لا بالانديه الاوروبيه، يعني حلقه سكور الجايه اكيد معنا اخبار اخر حلقه بهالموسم. نعم روبير، كلمه اخيره، مبروك لك ولميامي. لا موسم كان كثير حلو، موسم عم بقول لك سيري كانت كثير حلوه، ويعني صرنا زمان كثير مش شايفين، يعني ما قدرت اقعد اتفرج على الجيم قد ما كانت كثير التنسيون كانت كثير عاليه. وهلا لنشوف شو حيصير بسنه الجايه، في انتقالات كثير حاسمه. دوايت هاورد مش معروف وين بده يكون، عم ينحكى انه ما راح يكون مع الليكرز، ما راح يكفي مع الليكرز. بس انا قبل ما نختم انا وياك، شايف علم الارجنتين؟ ايه صفا كيف مع البرازيل؟ ما بفهم ماشي الحال هلا، بس مسموح هيدي. اوكي شكرا لك روبير. الياس بيك شكرا كمان لك، وشكرا لدعمك للرياضه. وعلى كل حال رح نكون احنا وياك بالاكاديميه اللي رح تعملها، يمكن تكون بشراكه معنا بالمشروع اللي عم بكون نحن واستاذ سمير رح نقوم فيه قريبا جدا. استاذ سمير صليبه هون بالقرب من الام تي في. فشكرا لك وشكرا لدعمك ايضا للرياضه. نحن بنتمنى على السياسيه يتركونا الرياضه، يتركونا نشتغل شوي، يتركوا الرياضه، خلي الرياضي يبينوا. شكرا لك وشكرا لجميع المشاهدين، والى الملتقى الاسبوع المقبل.